بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا اليوم بقراءة منظومة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذه المنظومة موسومة بمنهج الحق، قد كتبها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ونظمها لتشمل عدة أبواب من أبواب العقيدة والأخلاق والآداب وما ينبغي للمسلم أن يراعيه في معاملته لإخوانه. وهذه المنظومة هي على طريقة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مصنفاته، وهو ما يسعى إليه دائما في الجمع بين التعريف بأبواب العقيدة والعبادة والأخلاق، كما درج على هذا في كثير من مصنفاته وفي كتبه. وهذا يدل على رسوخ قدمه في العلم وعلى طول باعه في الفقه، فإن العالم هو الذي يدعو إلى الدين بأجمعه، لا يترك بابا من أبواب العلم إلا وقد طرقه تعلما وتعليما، فإن هذا الدين مبناه على شعب، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب الإيمانية منقسمة على أبواب العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، ويجب على المسلم أن يتعلم هذه الشعب وأن يعنى بدراستها والتفقه فيها ليمتثلها عملا وانقيادا حتى يحقق هذا الإيمان الذي خوطب به. وهذه المنظومة سعى مصنفها كاتبها الشيخ عبد الرحمن السعدي أن يجمع فيها جملة من أبواب العلم مما يتعلق بالاعتقاد والعبادة والمعاملة، وقد أجاد في نظمها من حيث النظم وجودته ومن حيث المعاني التي استوعبتها هذه المنظومة، وقد بلغ عدد أبياتها 65 بيتا، فهي مع قلة أبياتها بالنسبة لغيرها من المنظومات فهي مستوعبة لكثير من مسائل الاعتقاد والعبادات والأخلاق. والنظم أسلوب من أساليب نشر العلم،
كما نظم العلماء الكثير من المنظومات في أبواب شتى، فالنظم يقرب العلم ويسهل أخذه، وذلك لسهولة حفظ هذه المنظومات وضبطها. والشعر كما هو معلوم كلام حسنه حسن وسيئه سيء، ومن حسنات الشعر حسنات الشعراء وأهل الجودة لهذا الباب هم العلماء الذين نظموا العلم ودونوه في هذه المنظومات التي سهلت على طلاب العلم ضبط هذه المسائل العلمية التي حوتها هذه المنظومات. والنظم فن، من الناس من يحسنه ويطوع ألفاظه لخدمة العلم، ومن الناس من يغلب عليه الوزن الشعري للبيت فلربما قاده إلى أن يقول ما لا يريد. ولهذا تسمعون تقرؤون ما يسمى بالضرورة الشعرية عند بعض من يتكلم بالشعر، فيقال هذا ضرورة شعرية، يعني قاد إليها وزن البيت. وهذا لا يحصل للعلماء الراسخين الذين جمعوا بين جودة النظم وضبط العلم. ومن أبرز هؤلاء وعلى رأسهم وفي مقدمهم الإمام ابن القيم رحمه الله، الذي نظم النونية ويتزيد عن 6000 بيت لا يرى القارئ لها أنه قاده وزن الشعر إلى أن يقول ما يخالف الحق. والإمام ابن القيم من أبرز الشعراء العلماء الذين جمعوا بين جودة العلم وجودة النظم، ولهذا نجده يذكر الأبيات ويقرر المسائل ويروي الأحاديث ويعزوها ويذكر حكمها. فهؤلاء العلماء الذين ضبطوا هذا الباب ممن طوعوا الشعر لخدمة العلم. ومن هؤلاء العلماء الذين أجادوا في هذا الباب الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. فنقرأ هذه الأبيات ونعلق عليها بحسب ما ييسر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقرأ، وأن يرزقنا حسن الاتباع ولزوم الطريق حتى نلقى الله على هذا الدين غير مبدلين ولا محرفين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ المفسر الفقيه الأصولي رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته منهج الحق، قال في المقدمة: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. نعم، هذا ما استفتح به المصنف أو الناظم رحمه الله منظومته، وجاء في
مجموعة مؤلفات السعدي في مقدمة هذه المنظومة عبارات من النثر، لا أدري هل هي من المحقق أو من المصنف. قال: هذه منظومة تشتمل على أقسام التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء الصفات، وعلى أمهات عقائد أهل السنة والجماعة الذين اتفقوا عليها، وعلى التفكر في مخلوقات الله وآيات الله الدالة عليه وعلى أسمائه وصفاته، ومشتمل على التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، إذ هذه الأمور أصول العلم وأمهاتها. وهي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي جزاه الله خيرا. فهذا ملخص ما اشتملت عليه هذه المنظومة من مسائل التوحيد وأمهات مسائل الاعتقاد والأخلاق الإسلامية الفاضلة، والتحذير من الأخلاق الرذيلة. وقد افتتح المصنف هذه المنظومة بقوله: فيا سائلي عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. قوله فيا سائلا هذا محتمل لأمرين: الأمر الأول أن هذه المنظومة نظمها الشيخ رحمه الله في جواب سؤال لمن سأل عن عقيدة أهل السنة ومنهج أهل الحق، فأجابه نظما، كما درج على هذا بعض أهل العلم في إجابات السائلين بنظم الجواب ليسهل حفظه وضبطه. والاحتمال الآخر أن هذا سؤال مقدر، كما جرى على ذلك النظام وأهل الشعر أن يفتتحوا قصائدهم بهذه الكلمة: فيا سائلي أو فيا سائلا، على سبيل سؤال مقدر، وكأن الناظم جعل نفسه مجيبا لسؤال مقدر يسأل عن منهج أهل الحق وعن عقيدة أهل السنة. وهذا لا يؤثر في المعنى، ولكن من باب التفهم والتدبر لكلام الناظم. فيا سائلا، وهذا أيضا يدل على أن السؤال عام، فما قال فيا سائلي أي من سأل سؤالا عاما عن منهج الحق. المنهج هو الطريق الواسع المسلوك، المنهج هو الطريق الواسع المسلوك، وهو طريق حسي إذا سلكه الناس وطرقته الأقدام أصبح بينا واضحا. ثم أطلق على المناهج العقدية وعلى المناهج الفقهية، فأصبح يقال هذا منهج أهل السنة وهذا منهج أهل الكلام وهذا منهج الفلاسفة. فالمنهج هنا
شيء معنوي يقصد به طريق من يضاف إليهم المنهج في العلم، ويضاف أيضا لأصحاب الفنون، يقال منهج الأصوليين ومنهج المفسرين ومنهج المحدثين ومنهج اللغويين، أي طريقهم في بيان هذا الفن من الفنون العلمية. والمنهج جاء مضافا في كتاب الله إلى الأنبياء والرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرع هو الشرع، والمنهاج هو المنهج. المنهج هو السبيل الذي سلكه الأنبياء والرسل، ومنهج الحق هو المنهج الذي سلكه أهل الحق، وطريقهم في العلم وفي العمل. ومنهج أهل الحق ينقسم إلى قسمين: إلى منهج علمي وإلى منهج عملي. فالمنهج العلمي هو الذي يقوم على الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو منهج أهل السنة. ومنهج أهل الحق منهجهم في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، هذا منهجهم، وهذا مسلكهم، وهذا طريقهم، هذا منهجهم في الاستدلال. ومنهجهم في الفهم لهذا الدليل هو الرجوع أيضا إلى الكتاب والسنة والإجماع وإلى أقوال السلف في فهم الدليل، فهذا منهج في الاستدلال. ومنهجهم في الفهم للدليل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الإجماع وإلى أقوال السلف في فهم النصوص، فسلم لهم منهج الاستدلال أن يستدلوا بغير دليل أو أن يخطئوا في فهم الدليل، لأن الخطأ في الاستدلال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إما أن يحصل الخطأ بأن يستدل بغير دليل كالذين استدلوا بالعقل وقدموه على النقل، وهذا مسلك المتكلمين، أو الذين استدلوا بالمنطق وهي الأقيسة والمقدمات المنطقية وقدموها على النصوص، أو الذين استدلوا بما كان عليه الآباء والأجداد، أو الذين استدلوا بأقوال الأئمة والعلماء وقدموا أقوال علمائهم وأئمتهم على النصوص، وقالوا لا يمكن أن يخطئ الشيخ فقدموا قوله على النص، أو بالأقيسة الباطلة التي لم يدل عليها الدليل، أما القياس الصحيح الذي استوفى شروط القياس فهو من وسائل أهل العلم في الاستدلال
واختلف في القياس هل هو دليل مستقل أو أنه منهج في فهم الدليل لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان يقصد بالقياس القياس الصحيح وأنه مسلك يعرف به الحق كما ذهب بعض أهل العلم قالوا مصادر الاستدلال كتاب والسنة والإجماع والقياس يريدون به القياس الصحيح. قال آخرون القياس ليس بدليل لذاته وإنما هو منهج يعرف به الحق. فالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هو استخدام هذا الأسلوب في فهم الدليل كما يقال دلالة سياق ودلالة سباق دلالة المفهوم كذلك دلالة القياس. فإذا استدل المستدل بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع أمن من الخطأ الذي وقع فيه من استدل بغير دليل. وإذا فهم الدليل على وجهه الصحيح سلم من الخطأ في أن يفهم الدليل على غير وجهه فيحصل له سلامة الاستدلال لسلامة الدليل وسلامة الفهم. هذا هو المنهج العلمي لأهل السنة وهم أهل الحق. وأما المنهج العملي فهو امتثال العلم عملا وانقيادا لشرع الله عز وجل. ومن المناهج من الأدلة المبينة للمنهج العملي في الاستدلال الحديث الصحيح وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا منهج عملي تقرب إلى الله بالفرائض ثم تقرب إليه بالنوافل والمداومة عليها إلى أن تحصل له محبة الله عز وجل. فإذا أحبه الله عصمه كما قال الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ثم تحصل له كرامة أخرى وهو أن يستجيب الله دعاءه ويعيده مما استعاذه. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا كما ذكر في بداية الحديث منزلة الولي عند الله في قوله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وذكر منزلته في آخر هذا الحديث وهو أن الله يحب ما أحب العبد. ولما كان الإنسان بطبيعته البشرية يكره الموت والله عز وجل يكره ما يكره الولي الصالح والعبد المطيع سمى الله عز وجل ذلك ترددا. والتردد الذي يضاف إلى المخلوق هو تردد بين أمرين للجهل بالمصلحة. وأما الذي يضاف إلى الله عز وجل فليس هو هذا التردد وإنما لما كان الموت
مما قضى الله به على العباد من ولي لله ومن ولي للشيطان، الكل سيموت، والله يحب ما أحب عبده ويكره ما كره، سمى الله هذا ترددا، وهو بين أمرين، بين أمر كوني وبين أمر شرعي. الأمر الكوني ما قضى الله به على عباده من الموت، والأمر الشرعي هو أثر الاستقامة التي أثمرت محبة الله لهذا العبد، وأن يحب الله ما يحب هذا العبد ويكره ما يكره العبد، فسماه ترددا. ثم قال بعد ذلك ولا بد له منه، يعني من الموت. فهذا مما يدل على منزلة الولي الصالح في بداية الحديث، المنهج لهذا الطريق. ليست الولاية كما يدعيها بعض الزنادقة الذين يدعون هذه المرتبة ويفتخرون على عباد الله ويأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى أن هذا ولي، إذا دعا لك دخلت الجنة وإذا دعا عليك هلكت، فيستغلون ضعاف الإيمان وضعاف البصائر ويلبسون عليه. وأما أولياء الله الذين وصفهم الله عز وجل في هذا الحديث، فلا يوجد ولي لله يقول إنه ولي. ولهذا قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان. لماذا؟ لأن من صفات أولياء الله التواضع والذل والانكسار والخضوع لله، وسيد الأولياء أبو بكر كان يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. ثم بعده عمر كان يمرغ خده في التراب ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له، وهكذا عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وسائر خيار الأمة يتواضعون لله عز وجل. جاء رجل لعمر بن الخطاب قال ادعو الله لي، قال لست بنبي، ادعو لنفسك. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص وهو مجاب الدعوة قال ادعو لي، فدعا له. ثم جاءه آخر قال ادعو الله لي، قال لا غفر الله لك ولا للأول. قال العلماء أراد زجر، أن يقصد الناس رجلا ادعو لي ادعو لي، فيكون سببا لهلاك الناس وهلاك من يقصده الناس بطلب الدعاء. ولعله أراد بذلك الزجر والتأديب مع استغفاره للجميع. فهؤلاء سادة الأولياء ما كانوا يدعون أنهم أولياء، وإنما كانوا يمقتون أنفسهم. جاءت أرسلت امرأة للإمام أحمد رحمه الله وطلبت منها أن يدعو لها، قال نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة الصالحة. هكذا الأولياء كانوا يمقتون أنفسهم، تواضعون لله، وما بلغوا هذه المنازل إلا بالتواضع. وأما من قال إنه ولي لله فلازمه أن يرشد لنفسه بالجنة، لأن أولياء الله في الجنة. ولهذا قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. فالمقصود أن هذا طريق الولاية، هي عبادة الله والتقرب إلى الله
بالعبادة ليس لهم لباس خاص، وليس لهم طقوس، وليس لهم أوراد خاصة، وإنما لباسهم لباس المسلمين، وأورادهم هدي رسول رب العالمين، هدي رسول رب العالمين الذي علمهم الذكر. ليس لهم طرق صوفية ولا مناهج كلامية ولا مناهج فلسفية، وإنما هم متبعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم في علمهم وفي عملهم، في عبادتهم وفي أحوالهم. ليس لهم أحوال كما يدعي بعض من يدعي الولاية يغيب فيها عقل الشيخ ويسكر ويطلق عليه أنه مجذوب، وأن حب الإله قد سلبه عقله وذهب بلبه فأصبح يرقص ويهدي كالمجانين. ليسوا هؤلاء بأولياء لله، وإنما هم من أولياء الشيطان. أولياء الله يعبدون الله، وخير أولياء الله إذا أطلق كالولاية العامة يدخل فيها حتى الرسل، فهم رسل الله وأولياؤه، ما ذهبت عقولهم وما غشي عليهم عند الذكر. وهكذا الصحابة من بعدهم، وما كانت لهم خلوات يغيبون فيها عن الناس في أوراد تقطعهم عن صلاة الجماعة وعن الجمع وعن مخالطة الناس. هذا هو منهج أهل الحق في العلم والعمل. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه ليس لأولياء الله لباس معين، وليس لهم حرفة معينة. قال: ويوجدون في العلماء وفي العباد وفي أصحاب الحرف، قد يكون بعض المزارعين من أولياء الله، بعض التجار من أولياء الله، بعض من لا تعبأ به لربما كان خادما يقوم على خدمة الناس أو على رعي الإبل أو الغنم وهو ولي من أولياء الله. ليس لهم طقوس وليس لهم لباس معين، وإنما يوجدون في طبقات الأمة وفي قرون الأمة. وقد حصل تصحيف في كلمة شيخ الإسلام لما ذكر الأولياء، قال: وأنهم يوجدون في قرون الأمة، فصحفت إلى فرق الأمة، فأصبح بعض الناس يحتج بهذه الكلمة، يقول أن أولياء الله يوجدون في كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. هذا غير صحيح، لا يمكن لشيخ الإسلام أن يقوله، والنصوص على خلاف هذا، فإن أولياء الله هم في أهل السنة والجماعة، من كان على السنة فهو من هذه الفرق الناجية. وهذه الفرق إذا فارقت السنة باسم ورسم وطقوس فهم من أبعد الناس عن الأولياء، وإنما الصحيح أنهم يوجدون في قرون الأمة، يعني يوجدون في القرن الأول وفي الثاني والثالث، وقد يوجدون في هذه القرون المتأخرة. لازموا عبادة الله، استقاموا على طاعة الله، تجنبوا المحرمات، فهم أولياء لله. ومن أعظم سماتهم التواضع ومقت النفس، وشهودهم تقصيرهم. هذا هو منهجهم في العلم والعمل.
قال فيا سائلا عن منهج الحق. منهج الحق هو منهج أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق، والحق هو نقيض الباطل كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق نقيض الضلال والحق ضد الباطل، فالسنة حق والبدعة ضلال، وأهل السنة والجماعة هم على الحق وأهل البدع على الضلال. قال يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. في قوله يبتغي هذا فيه تنبيه للمنهج الصحيح في العلم، وأن العلم إنما يطلب للعمل، كما قال الشيخ يبتغي سلوك طريق القوم. والسلوك هو متابعة أهل الطريق، فإن سلوك الطريق وسلوك طريق القوم هو أن يتابعهم في طريقهم، كما يقال سلكت طريق فلان، يعني سرت في الطريق الذي سار فيه. والسلوك يطلق في الاصطلاح على العبادة، كما يقال العبادة والأخلاق والسلوك، يعني تطلق على المعاملة، وتطلق السلوك على العبادة عموما من الأخلاق والمعاملة، كما يقال هذا منهج السالكين بمعنى العباد الذين سلكوا طريق العبادة طريق الاستقامة. يبتغي سلوك طريق القوم، طريق القوم، طريق هنا هو الطريق المعنوي، وهو المنهج الذي كانوا عليه في العلم والعمل، ويقصد بالقوم الصحابة وأصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم باستقامتهم وأخبر عن هدايتهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم شك عمران هل قال القرن الثالث بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أربعة قرون، أو أنه ذكر قرنين بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنها ثلاثة قرون، قرن الصحابة هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقرن التابعين وقرن تابع التابعين. قال يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، يعني سلوك الطريق الصحيح الحق، ويسعد أي يورث له هذا السلوك السعادة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أن من سلك طريق أهل الحق وأهل السنة نجا. كما قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في حديث ابن مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فسبيل السعادة والنجاة هو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فما تمسك المسلم بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة
إلا أورثه هذا المسلك النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته. تأمل، التأمل هو التدبر، وذلك بإعمال الذهن والفهم والعقل في العلم، وهو من الوسائل الناجعة والأساليب النافعة في تحصيل العلم. العلم يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى مذاكرة وإلى وقوف عند النصوص وعند الكلمات، استنباط الأحكام والأدلة من النصوص، ثم الرجوع إلى الأدلة الأخرى المؤيدة لما نتج من الاستدلال والاستنباط، فيستدل لفهمه بدليل آخر يعزز فهمه للنص. وما عرف عالم حسن الملكة وقوي التدبر والتأمل إلا وقد أورثه ذلك العلم النافع، فيكون إماما للناس في الاستدلال بالنصوص واستنباط الأحكام منها. فإن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحان لكل زمان ومكان، وقد يعرض للأمة في عصورها المتأخرة من المسائل والنوازل ما تحتاج إلى أن تعرف أحكامها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا قدرة لأحد على هذا إلا للعلماء الراسخين الذين يستنبطون أحكام المسائل والنوازل من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لكثرة تأملهم وتدبرهم وسعة اطلاعهم على النصوص. قال: تأمل هداك الله. هداك الله هنا دعاء للمتعلم بالهداية، وهذا أيضا من المسالك التي كان عليها العلماء، وهو الجمع للمتعلم بين التعليم والدعاء، كما يحصل ويكثر هذا في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله، اعلم هداك الله. فهذا من الجمع بين التعليم والدعاء بالهداية، والناظم هنا أرشد المتأمل إلى أمرين: إلى التأمل، ودعا له بالهداية والتوفيق مع ما نظمه في هذه المنظومة، فجمع له بين التعليم والإرشاد للتأمل ودعا له بالهداية، وهذا من الفقه. قال: تأمل هداك الله. الهداية بيد الله، وهي على قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. فهداية الإرشاد هي التي جاءت بها الرسل من الله، فهو الذي أرشد عباده للدين وأنزل به كتبه وأرسل به رسله يرشدون الناس ويهدونهم للدين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في قول بعض المفسرين لقول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض المفسرين: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بهذا الدين، قيل هو القرآن، قيل هو الإسلام، هذه كلها معاني وإن تنوعت
ألفاظها فهي متفقة في معنى واحد، الصراط المستقيم هو الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا إليه، وهو القرآن لأنه هو المنهج المبين للإسلام. فالمقصود أن هداية الإرشاد هي التي بعث الله بها الرسل يرشدون الناس إلى الدين، ثم قام العلماء بعدهم بها يرشدون الناس إلى الدين ويبينونه. وهذه الهداية، هداية الإرشاد، لا تستلزم هداية التوفيق، فقد يرشد المدعو هداية الإرشاد ولا تحصل له هداية التوفيق. ولهذا تلاحظون أن العلماء يقسمون هذه الأمة إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم الذين دعاهم الله إلى الدين وأرشدهم إلى الإسلام، لكن منهم من استجاب، وهؤلاء هم أمة الإجابة، ومنهم من أبى فهم مخاطبون من حيث الدلالة والإرشاد بهذا الدين لكن لم يستجيبوا، لم يشأ الله هدايتهم. والنوع الثاني هي هداية التوفيق، وهذه لا يملكها أحد لأحد، لا عالم ولا متعلم. ولهذا ما من عالم إلا وهو يسأل الله أن ينفعه بعلمه وأن يهديه للحق، فلا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفع العلم، لا ينفع الفهم، لا ينفع الذكاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفلاسفة والمتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. كم من ذكي هو أجهل الناس بدينه. فهذه الهداية هي توفيق من الله، وهو نور يقذفه الله في قلب العبد. ولهذا حرم هذه الهداية أقرب الناس للرسل. إبراهيم الخليل مات أبوه على الكفر، نبينا صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب على الكفر. هذه عبرة لكل مسلم، فأقرب الناس للخليلين وليس لرجل من بني آدم من المنزلة والرفعة ما لهذين الخليلين عند الله تبارك وتعالى، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. ولم تثبت الخلة أن الله اتخذ خليلا من خلقه إلا لهذين المصطفين لهذه المرتبة، لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم الخليل. ومع هذا يرينا الله العبرة، فكم هدى الله بهذا النبي وكم هدى بإبراهيم، ومع هذا أقرب الناس إليهما لم تحصل لهما الهداية. وأنزل الله عز وجل لما مات أبو طالب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا فالإنسان محتاج أن يسأل الله هذه الهداية. والعلماء عندما يرشدون إلى هداية الإرشاد ويقرنونها بالدعاء بالهداية جمعوا ببذل السببين في هداية العباد، وهذا من النصح للأمة، أن يرشد العالم للحق، هذه هداية الإرشاد، ثم يسأل الله الذي يملك هداية التوفيق أن يهدي هذا المتعلم للعلم. تأمل: هداك الله ما قد نظمته، ما قد نظمته، هذه هداية الإرشاد، هداك الله بتوفيقه وبفضله لأن تنتفع بهذا النظم وبهذا العلم. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده. التأمل الثاني هذا مشبه به، يعني تأمل أنت كما تأمل من كان للحق يقصد.
وهذا فيه التأسي بأهل العلم، كما تأملوا وفهموا فتأمل تأمل العلماء، وتدبر تدبر العلماء، واسلك طريقهم تأمل من كان للحق يقصد، من كان للحق يقصد، من يطلب الحق. والقصد هنا النية، قصد الحق يعني طلبه. والقصد قد يكون قصد في النية وقصد في العمل، فقصد النية وقال فلان قصد وجه الله، والقصد للمكان يقال فلان قصد البيت. في هذا الشطر من البيت فيه توجيه إلى أمرين: الأمر الأول للتأمل والتدبر للعلم، والأمر الثاني لحسن القصد، لقوله تأمل من قد كان للحق يقصد. يعني لا يكن تأملك للافتخار بالعلم ولتحصيل العلم ثم الافتخار به ولصرف وجوه الناس لدعوى العلم، وإنما ليكن تأملك لطلب الحق ولقصد الحق، لتعلم الحق لتعمل به. فلا يكون الهم هو تحصيل العلم، وإنما هو طلب الحق للعمل به. والحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، وما عداهما فهو باطل. أما ما كان من المقاصد والوسائل لتحصيل الحق الذي جاء في الكتاب والسنة من العلوم، فهذا من علم المقاصد، من علم الوسائل. ولكن القصد من تحصيل هذه العلوم هو العلم المقصود والحق المنشود، وهو ما جاء في الكتاب والسنة. والغاية من ذلك هو الامتثال في العمل، وأن يكون المسلم ممتثلا لعلمه عاملا بعلمه، هذا هو المقصود بالعلم. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: من كان يريد الحج أو العمرة ثم نام قبل الميقات واستيقظ بعده ولم يحرم من الميقات ولم يرجع إليه، فماذا عليه؟ إذا كان نوى بقلبه قبل أن ينام أنه دخل في النسك ولكنه تجاوز الميقات لم يتوقف فيه، هذا لا يضره، لأن بعض الناس يظن الإحرام هو أن يقف في الميقات أو أن يصلي. إذا نوى قبل الميقات بقلبه الدخول في النسك فإحرامه صحيح. وأما إذا تهيأ بلبس الإحرام، تهيأ للإحرام من الميقات ثم نام تجاوز الميقات، فهذا لم ينوي من الميقات، فهو مخير إما أن يرجع ويحرم وينوي من الميقات أو عليه فدية، هذا يرفع عنها الإثم في تجاوز الميقات من غير إحرام، لكن لا بد من الفدية. وهذه من أحكام الحج، أنه يتجاوز عما وقع للإنسان من خطأ إذا كان عن جهل أو عن حاجة، مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان يؤذيه هوام رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقص شعره تخلص من أذية ما كان في رأسه من القمل الذي كان يؤذيه، وأمره بالفدية، فهو معذور من جهة ما فعل، لكن الفدية شرعها الله عز وجل لإتمام هذا النسك. نعم. وآخر يقول: لم يحرم من الميقات لأن ملابس الإحرام لم تكن معه فأحرم من مكة. هذا أيضا إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات أو الفدية، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وآخر يقول: لم يحرم من الميقات لأن أحدا قال له الإحرام يكون من التنعيم. كل هؤلاء كما ذكرنا
من الذين علموا الحكم وتجاوزوا أو جهلوا أو لبس عليهم، يتفاوتون في الحكم من حيث الإثم، الذي تجاوزه متعمد فهذا آثم تجب عليه الفدية، وأما من لم يعلم أو نسي أو نام فليس على هؤلاء إثم لكن تجب عليهم الفدية. نعم. قل السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت علي حرام؟ إذا كانت مسألة معينة لا أفتي فيها، وأما السؤال عن الحكم المطلق فالعلماء يفرقون بين من نوى الطلاق أو من نوى الظهار، وهذا يرجع إلى المتكلم ما الذي قصد بذلك. إذا أراد بهذا أنه يقول لزوجته هي حرام عليه، يقصد بذلك أنه حرمها على نفسه بهذه الكلمة وأنه طلقها، فهذا طلاق. له شروط أيضا أخرى في تنزيله على المرأة لا بد من مراعاتها، وهذا مما يراعيه العلماء في الإجابة. وإذا أراد بذلك الظهار فهذا يكون له حكم الظهار. وبهذه المناسبة فإن الطلاق من أصعب المسائل، وبها تستحل الفروج وتمنع. وبعض الناس يتساءل في هذا، يتصل بالهاتف ويقول أنا طلقت زوجتي ما حكم كذا، يظنون الأمر سهل. هذه الإجابة تتطلب النظر في حال المرأة، وعلى أي حال هي عندما وقع عليها الطلاق، هل هي في طهر حصل فيه جماع أم لا، هل هي في حيض أم في طهر. وكذلك يرجع إلى الزوج، هل أراد الطلاق أو أراد منعها من شيء وعلقه وأراد تخويفها، وهل أراد الطلاق المعلق أو الذي ينزل على المرأة، وهل سبق هذا الطلاق طلاق آخر. فقد تبين المرأة بهذه التطريق. كل هذه الأمور لا بد من ضبطها، وأيضا قد تختلف وجهات النظر وإجابات العلماء، فعلى من يعتمد؟ على قول من؟ قد يسأل الرجل عالم، والزوج يسأل آخر، والمرأة تسأل، والأم تسأل، فنجد لدينا ثلاثة أو أربعة آراء بأي شيء يؤخذ. لهذا نقول الطلاق لا بد أن يعتمد فيه على فتوى رسمية من المفتي أو حكم من القاضي. فكما استحل هذه المرأة بعقد شرعي موثق، كذلك طلاقها ينبغي أن يكون بهذه الصفة. نعم. قول سائل: من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، فليجوز للوالد أن يتوسل إلى الله بعمل ابنه، لأن الله تعالى جعل الولد هبة للوالد، وجاء في الحديث أنت ومالك لأبيك. لا يجوز لأحد أن يتوسل بعمل غيره، وإلا أفضل التوسل لو صح أن نتوسل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لأحد أن يتوسل بعمل غيره، لا والد ولا ولد. كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان يتوسل بعمله الصالح، وأفضل التوسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. رحمة الله أوسع لنا من أعمالنا ومن دعاء الصالحين، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أكثر توسل الأنبياء والرسل هو بأسماء الله وصفاته. نعم. قل السائل: أريد أن أعمل عمرة لي ولأبي وأمي المتوفين، فهل أحلق أم أقصر الشعر، وما هي المدة بين العمرة والعمرة؟ ليس هناك وقت محدد بين العمرتين، ولكن العبرة بالإحرام، وهو أن تحرم من الميقات، ثم إذا قضيت هذه العمرة لا ترجع للتنعيم أو لبعض المناطق ثم تحرم بعمرة ثانية.